نتاع العشية على كابافان. كابتن فيل، كابتن فيل في كابتن فيلم اليوم اخترنا لكمش فيلم ولا زوز، نختار لكم ثلاثة أفلام. لكن مشينا بكم إلى مصر، بلاد الأهرامات، بلاد الكومية زادة سيغتو، ولا بلاد السينما زادة اللي تعرفت منذ بداية السينما في العالم وكل ديوخ. مصر كان ديما عندها الطابع متاحة، لليوم ما زالت محافظة على طابع هذايا، ولليوم نكتشفوا الدراما كوميدية. لكن زادة كيف نلقاو طابع ممتاز جدا. أكيد الأفلام اللي بشحك عليهم اليوم أكيد فيكم اللي تفرج فيهم وفيكم اللي مازال ما تفرج فيهم، دونك ننصحكم برسمي مش انكم تتفرجوا فيهم. الجار للجار هو الفيلم متاعنا لليوم في اطار كوميديا. عيش صلاح مع زوجته اللي تمتلك الكثير من الطباع السيئة. شنو هالطباع هذية اللي هي ما تحبش برشا الرجال، ما تحبش برشا المشاكل، ما تحبش برشا العلاقات الخارجيه. الرجل لازم يكون كان له هي اكهو، دونك اكيد موجود الشيء هذا في تونس هكا ولا نرمين بنسبه كبيره زادا. فوالا دونك مع اتباع الخايبه هذوما يعيشوا مع بعضهم في وسط مبنى سكني يلم العديد من الشخصيات المختلفة واللي تجي بمفاهيم وعادات مختلفة على بعضهم. الفيلم متاعنا لليوم من إخراج محمد عبد العزيز، من تأليف أسامة حسام الدين، لكن ببطولة البطل الممتاز المتألق بيومي فؤاد، جيسي عبدو، مرام علي، شيماء سيف، وسام صباغ، جمال العلي. لكن زاد كيف كنا نرجع بكم أكثر للديسكوغرافي ولا بيوغرافي ولا للممثل المصري بيومي فؤاد، اللي ديجا كانت ليه العديد من الأعمال اللي كانت في رصيده. أشهر أعماله مندوب مبيعات، ماما حامل، الخميس اللي جاي، شوغر دادي، الحرامي، الحرامي زاد ثميم. دونك نجح بالعديد من الأعمال اللي خلت له في رصيده قيمة كبيرة في الوسط السينمائي الكوميدي ولا الدراما زاد الكوميدية في مصر ولا في الوطن العربي ككل. مشي بكم الأنا وهي، واحد زاد من الافلام اللي نجحت مليح مليح للسينما الكوميدية، لقى سوكسي كبيره برشا، لقى استحباب ولا استحسان زاد من قبل اي انسان تفرج فيه. في اطار كوميديا اجتماعي يحكي المسلسل على المشكلات النفسيه، ونانو هند عندها عقده وتكره الرجال بشده، وقت اللي يعاني سليم من بعض الهلاوس والتخيلات، وباش يمشيو للعلاج عند طبيب نفساني باش يضطروا باش يعاونوا بعضهم باش ينجموا يتمكنوا من العلاج ويمروا بها العقد، يمروا بالعقد النفسيه هذوما. الفيلم تاعنا اليوم من اخراج سامح عبد العزيز، محمد التحاوي، تاليف مصطفى حمدي. دونك طاقم العمل يتكون من احمد حاتم، هنا زاهد، اشرف عبد الباقي، مرهان حسين، ريتها عبد الباقي باللهجه المصريه زاد، محمود البزاوي، سليمان عيد. دونك العديد من الاسماء المهمه جدا واللي زادة كيف معروفة في الوسط الفني ولا السينمائي في العالم العربي ولا كيف السينما المصرية خاصة. نادي الرجال السري الأغلال، الفيلم هذا أنا نحبه برشا وتفرجت فيه برشا برشا برشا، وتفرجت فيه يمكن مش مرة ولا مش اثنين ثلاثة ولا أربع مرات للأمانة. فيلم مزيان برشا، فيلم دونك 105 دقائق، تاريخ العرض الأول متاعه في 23 جان في 2019، نجاح باهر جدا. أي الأغلال دونك نحكي لكم على فيلم اليوم، مش نحكيو على غنية تريند، لا نحكيو على فيلم تريند 100% على فيسبوك انستغرام يوتيوب. تشوقت وقت اللي ريت لي سيكونس ليه، نجح برشا ونحكيو عليه شوية. دور الأحداث متاعه في إطار كوميديا على مكان ما انه يقرر بعض الرجال التجمع فيها باش يطلقوا عليه نادي الرجال السري، باش يعاونهم طبيب الأسنان أدهم اللي هو كريم عبد العزيز، باش يعاون أصحاب الرجال في الانضمام إلى النادي. وهذا بعد انه تتصاعد علاقته مع زوجته غادة عادل بعد زواج استمر لأكثر من 10 سنوات، لكن باش تكون فما فجوة كبيرة باش يلتجئ الى مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية جميلة جدا. نحكيو على الفيلم متاعنا من اخراج خالد الحلفيوي، حسام سليمان، تأليف ايمن وتار. دونك طاقم العمل اللي يتكون من الضخم والكبير كريم عبد العزيز، غادة عادل، نسرين طافش، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، زاد كيف ايمن وتار. دونك العديد من الاسماء الجميلة والمهمة زاد في الوسط الفني والسينمائي في مصر. نحكي لكم على بعض اعمال
بطل الفيلم نتاعنا كريم عبد العزيز، منها ديجا الفيل الازرق في الدوره في الجزء الاول ولا حتى الثاني، كيرا والجن الاختيار الثاني، رجال الظل في 2021، 2023 بيت الروبي الاختيار ثلاثه، القرار دونك 2022. العديد من الاعمال اللي خلت له في رصيده انتاج فني باهر وباهر جدا ونجاح كبير برشا. هذا بالنسبه للافلام نتاعنا اليوم اللي نتصور اللي باش يعجبكم برشا، فيلم عائلي زاد 100% تنجموا تتفرجوا فيه مع العائله كل، دونك ما فيهوش حاجاتك دونك اكثر من 18 سنه للامانه الحقيقه معناتها نعطيكم الصحيح. دونك فيلم تنجموا تتفرجوا فيه الليله مع العائله، تعملوا عليه جو ضحكه مزيانه، ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم. هذه كابتن الفيلم، كابتن الفيلم، كابتن الفيلم. افلام اليوم على الغلا دونك حاجه مزيانه برشا، وانا للامانه وقت اللي اخترنا لكم الافلام هذوما دايوخ شكرا امولا ونرمين ومريوم زاده على الافلام المزيانين هذوما. دونك وقت اللي اخترنا الفيلم على الغلا بقينا حتى احنا في الكوليس نحكيوا عليهم شويه خاطر افلام مزيانه برشا وتفرجنا فيهم الناس الكل، واكيد انتم زاده كي نحكيوا على الواحد من الافلام هذوما اكيد راكم تتفكروا دي سيكونس ولا لقطات منه وتفرجتوا فيه. دونك ننصحكم شنكم تعاودوا تتفرجوا فيه مثالش مع العائله ولا مع الاصحاب ولا مع الحبيبه وتكون ليكم سهريه مزيانه ان شاء الله. لكن غير هذا الفيلم من بعد السهرية بعد العشاء عفوا، لكن بعد شوية شنو زعم عشانا شنو تبارتنا لليوم؟